مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير وتحية خاصة كنوجهها لكم من مدينة الجديدة. هذا الصباح والحديث اليوم غادي نطرق فيه المعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة مع المؤسسات اللي كيلجؤوا لها في ظل غياب الولوجيات لدى أغلب المؤسسات. يعني معاناة متواصلة، معاناة مستمرة. هذا موضوع كيثير انتباه الخاص والعام هذه الأيام، والمعاناة كما قلنا دائما مستمرة، فكتختلف تسمية ذوي الاحتياجات الخاصة من منطقة إلى أخرى، وهذا هو الشيء اللي كيخلي يعني الاحتياجات دائما متواصلة. كما أن النسبة ديال الإعاقة كتختلف أيضا من شخص لآخر، لكن كتجمعهم المعاناة مع غياب الولوجيات لدى أغلب المؤسسات اللي كيلجؤوا لها لقضاء الأغراض ديالهم، سواء الإدارية أو الطبية أو النوادي أو المنتزهات أو الشواطئ وغيرها. فحتى وسائل النقل كيلقاو فيها مشاكل، ما كاينش الولوجيات. يعني يجب التفكير في هذه الفئة من المجتمع، هذه فئة مهمة، فئة اللي العدد ديالها كثير، المعاناة ديالها يعني دائما مستمرة. فذوي الاحتياجات الخاصة خاصهم معاملة خاصة، ونسهلوا الاندماج ديالهم. ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتت الأيام بأن عدد كبير منهم عندهم كفاءات عالية. هناك من يعمل كطبيب، هناك من يعمل كأستاذ، هناك مهندسين، هناك أساتذة في معاهد ديال المكفوفين. يعني الكفاءة كاينة، يجب تسهيل الاندماج ديالهم. ذوي الاحتياجات الخاصة خاصهم مجموعة من المرافق. ذوي الاحتياجات الخاصة من اللي كيخرجوا من المنزل ديالهم، يعني كتنطلق المعاناة ديالهم، المعاناة ديالهم مستمرة. وكاين بعض الناس اللي ما كيحسوش بهم، يعني ما كيحسوش بهاد الناس. فذوي الاحتياجات الخاصة كنشوفوهم والمحنة اللي كيعانوها في بعض محطات يعني النقل الطرقي. ذوي الاحتياجات الخاصة فكنشوفوا ما كاينش ولوجيات كما قلنا في بعض المحطات ديال النقل الطرقي، ديال القطارات، ديال مجموعه من الاماكن. كيفاش يمكن لهاد الناس خاصه المكفوفين باش يعرف الارقام ديال الحافلات وفين يمكن يركب؟ يعني الا ما كانوش مساعده من المواطنين وتدخلات من المواطنين اللي يقدموا ليه يد المساعده واللي يعاونوه في يعرف الارقام ويعرف المكان اللي غيمشي. فهذه مناسبه وهذه رساله كنوجهها لجميع المواطنات والمواطنين، فين ما يلقاو شي واحد مكفوف او ذوي الاحتياجات الخاصه خاصنا كلنا نكبوا عليه وكلنا نساعدوه وكلنا نتعاونوا معاه ونعاونوه، لان الظروف اللي كيمر منها فهو دائما كيلقى مشاكل في ظل غياب الدعم والمسانده. غياب الممرات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الأماكن العمومية والخاصة كيطرح أكثر من علامة استفهام. الدعوة يعني موجهة إلى المسؤولين في هذه اللحظات، في هذه الدقيقة، في هذه الساعة، بإحداث الولوجيات والممرات لذوي الاحتياجات الخاصة بالأماكن الخاصة والعمومية. وحتى الناس المسؤولين يعني المنتخبين ديالنا في جميع يعني في مختلف المدن المغربية، البرلمانيين، هذا موضوع مطروح بقوة، يعني خاصهم يناقشوه في الطاولات ديالهم،
في الاجتماع ديالهم، في الدورات ديال المجالس ديالهم، ويحاولوا في اسرع مده ممكنه يوفروا الولوجيات. واش هاد الناس ديال الاحتياجات الخاصه ما عندهمش الحق حتى هما مساكن يولجوا الاماكن العموميه والاماكن الخاصه؟ واش هاد الناس ما عندهمش الحق، هاد الفئه من المجتمع ما عندهاش الحق في الولوج الاماكن العموميه والاماكن الخاصه؟ لان هاد الناس حتى هما من حقهم يمشوا للمقاهي، حتى هما من حقهم يمشوا للاماكن العموميه، حتى هما من حقهم يعني الناس ديال الاحتياجات الخاصه يمشيو لهاد الاماكن ويولجوها ونساعدوهم ونعاونوهم. لان الناس اللي عندهم احتياجات خاصه محتاجين للدعم ديالنا ومحتاجين للمسانده ديالنا في جميع الاماكن، يعني نعاونوهم فين ما مشينا وفين ما لقيناهم. لقيناهم واقفين حدا بلاك الطوبيس نساعدوهم، لان كاين ناس مساكن مكفوفين خاص نشدوا بيدهم ونوريوهم يعني رقم ديال الحافله ونساعدوه ونطلعوه، حتى الناس اللي يكونوا في الحافله يقدموا ليه يد المساعده الى ما كانش مكان نقدر انا نوض من البلاصه ديالي ونحطه هو مسكين في المكان اللي نساعدوه ونعاونوه. فمعاناة كثيرة كتعاني من هذه الفئة، ولا ما تعاوناش كاملين وعاوننا احنا كلنا هذه الفئة، فراه غنخفوا عليهم شوية ديال الضغط وشوية ديال المحنة وشوية ديال الأمل. خاصنا نحسوا بهم، خاصنا نعاونوهم، خاصنا نساعدوهم وخاصنا نساندوهم. فإلا ما كان شاي نتعاونوا معهم يعني دائما غادي يلقاو صعوبات، فغيلقاو مشاكل كثيرة. ولهذا فالضرورة كتخلينا يعني نفكر فيهم بحدة، وهذا هو الشيء اللي خلانا نطرحوا هذا الموضوع ديال اليوم للنقاش، ونسولكم حتى نتوما واش في المدن ديالكم يعني نفس المعاناة اللي كيعانوها هاد الناس كاينة عندكم؟ واش حتى نتوما ما عندكم شيء الولوجيات؟ فكل ما اتاحت لنا فرصة يعني كنا يعني جميع شرائح ديال المجتمع وتلاقينا مع المسؤولين، فنطالبوهم يوفروا ولوجيات لهذه الفئة من المجتمع باش حتى هي تمتع بحقوقها كالأسوياء، يعني حتى هي تعيش. وحنا شنا يعني المنتخبات الوطنية ديالنا والرياضيين ديالنا ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، البطولات اللي حرزوا عليها عربيا وإفريقيا ودوليا، فكاينين رياضيين في المستوى الكبير. يعني خاصنا غير ملي نتفكروا هذوك الرياضيين وملي نشوفوهم محققين يعني نتائج كبيره، نتائج باهره عربيا افريقيا دوليا، يجي على بالنا هذا المشكل اللي كتعاني منه هذه الفئه من المجتمع، ونفكروا باش نديروا لهم الولوجيات. لان يعني مجموعه من الاماكن ما كيلقاوش مساكن الولوجيات، وكيلقاو صعوبات، وكتزاد المعاناة ديالهم، وكتزاد المحن ديالهم، وخاصة ملي كنلقاو شي مؤسسة يعني كيلعلو، يعني كاين بريمير ميطاج ولا شي حاجة، وكتلقى ما كاينش شي مرة سانسور وما كاينش الولوجيات، يعني كيفاش غادي نديرو لهاد الناس اللي عندهم كرسي متحرك؟ يعني غيلقاو صعوبة، مساكن كيلقاو صعوبة كثيرة. فالدمج ديال ذوي الاحتياجات الخاصة ينطلق من هنا، كينطلق أولا من توفير الولوجيات. فحتى المقاهي حنا كنشوفوا كاع بعض المقاهي اللي عندها شوية دريجات، فأصحابها ما كيفكروش في الزبناء ديالهم اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ما كتكونش الولوجيات في بعض المقاهي قليل. فين كتشوفوا واحد الحالة ولا جوج في مدينة، مثلا مدينة كبيرة كنلقاو فيها حالة ولا جوج اللي كاينين فيها ولوجيات، يعني راه مشكل كبير، مشكل مطروح، مشكل اللي خاصو يتحل. فالمعاناة ديال اصحاب الاحتياجات الخاصة يعني اللي كيولجوا ليها في ظل الغياب الولوجيات لدى اغلب المؤسسات، لدى في اغلب الاماكن مازال مستمرة، مازال يعني حتى الحدود اللحظة اللي كنتكلموا فيها راه مجموعة من الأماكن، راه كاين شي مرة كيمشي باش يقضي الأغراض ديالو الإدارية وما كيلقاش ولوجيات، وهنا يعني كتزاد المعاناة ديالو، كتزاد المحنة ديالو. وكنعرفوه مسكين هاد السيد يعني غادي في الطريق وكيفكر بأن المكان اللي غادي ليه
هاد الشخص اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه غادي المكان ما فيهش ولوجيات، وهنا يعني غادي وكيفكر كنلقاو مثلا في بعض الاحيان عنده كرسي متاح عليه كهربائي، يقدر ما يحتاج شي حد يساعده حتى يوصل لهذه الاداره او لهذه المؤسسه، ولكن ملي كيلقى ما كاينش ولوجيات فكيعيش المحنه وكيعيش الالم وكيعيش يعني مشاكل لا حصر لها. وكنتمناو ان شاء الله هذا موضوع طرحناه اليوم وخاصنا يعني تكون فيه ساعات وساعات وساعات، لانه موضوع مهم خاصنا يعني نحضروا فيه ناس مسؤولين واللي يقدروا يعني كيشرفوا على مؤسسات ويقدروا يساعدوا ويقدروا يديروا هاد الولوجيات. يعني هذا مشكل مطروح وغيبقى مطروح الى ما تدخلوش المسؤولين وحلوا المشكل في اسرع وقت ممكن، لان هذا المشكل اللي كيطرح الان فهو يعني مشكل مطروح في جميع المناطق في جميع الاماكن، مشكل ديال هاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما خوتنا اولادنا ووالدينا. نفكروا فيهم يعني حتى هما ابناء هاد الوطن، حتى هما ابناءنا، حتى هما خاصهم يمارسوا يعني حقوقهم بشكل اللي يمارسوها وهما مرتاحين، حتى هما راهما كيصوتوا، حتى هما كيمشيو يعني نهار يوم انتخابات باش يدليو بالاصوات ديالهم ويختاروا المسؤولين اللي غادي يدبروا الشان المحلي. وبالتالي خاص حتى المسؤولين يفكروا فيهم ويديروا ولوجيات في مختلف الاماكن العموميه، وحتى الناس اللي عندهم اماكن خاصه ديالهم خاصهم حتى هما دائما يعني ملي يبغي يديروا اي مشروع يفكروا في هذه الفئه من المجتمع اللي المعاناه ديالها مازال مستمره ومازال مستمره، لان هاد الناس خاصهم معامله خاصه وخاصه نسهلوا الاندماج ديالهم وخاصنا يعني نعاونوهم، لان الايام تبتت بان عدد كبير منهم عنده كفاءه الحمد لله عالية، هناك الطبيب، هناك المهندس، هناك الأستاذ، هناك أساتذة في معاهد مختلفة، فخاصهم يعني مجموعة من المرافق الخاصة بهم باش ملي يخرجوا من المنازل ديالهم ما يفكروش في المعاناة، ما يجيش على بالهم المعاناة، يخرج هو فرحان، يخرج وكيعرف راسو في الممشى غيلقى الولوجيات وغيلقى المساعدة وغيلقى الدعم والمساندة في أي مكان. فكاينين يعني بعض الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة اللي خاصها يعني تدافع عليهم بقوة، تدافع على هذه الفئة من المجتمع، الفئة ديال الناس ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما كيلقاوش ولوجيات اللي كيمشيو لمجموعة من الأماكن العمومية والخاصة. وخاص حتى يعني الناس المسؤولين اللي كيدبروا الشأن المحلي فهما يفكروا في هذه الفئة ويفكروا فيها يعني بجدية ويحاولوا يحلوا هذا المشكل. حنا غنهيو هذا البث المباشر، ولكن المعاناة ديال هذه الفئة غتبقى مستمرة إلى حين تدخل المسؤولين على تدبير الشأن المحلي، إلى حين تدخل الناس اللي عندهم مؤسسات خاصة ديالهم ويديروا ولوجيات ويحاولوا دائما يقدموا يد العون والمساعدة لهذه الفئة. نتمنى إن شاء الله هذه الرسالة وهذا النداء يوصل لجميع المسؤولين في المكان بجميع المدن المغربية، ماشي غير في جديدة، ماشي غير في دكالة، وإنما في جميع المدن المغربية، لأن هذه الفئة كيوصي عليها سيدنا صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله وكيطالب بالتسهيل ديالو وكيعطي التعليمات ديالو، وخاصنا ننفذوا هذه التعليمات بأقصى سرعة. فالناس ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من هذا المجتمع، وبالتالي فخاصهم يتمتعوا بجميع الحقوق ديالهم. وفي انتظار ذلك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.